الطماطم المخللة. مقادير طماطم أنا مستخدمة هنا تشاري وأسمها نصين، ممكن مكعبات من طماطم عادية خالص، رشة سكر، ملح، وخل أبيض، وتوم مفروم، ومعلقة زيت ذرة أهو. تمام، معلقة زيت، ملح، رشة سكر، ثوم مفروم، خل أبيض، ونزل الطماطم عليها. والمفروض طبعا نسيبها شوية، يعني ما تتاكلش في ساعتها، كل ما هتقعد كل ما هتاخد طعم ولون أحلى. رائعة.